سأطرح عليك سؤالا سريعا، هل تعتقد أنك تعرف كل شيء عن جسمك؟ هل أنت متأكد؟ ماذا عن حقيقة تمركز 25% من عظام الإنسان البالغ في قدميه؟ أو أن براعم التذوق ليست في الواقع تلك النتوءات على لسانك؟ حسناً، استعد لبعض المعلومات التي ستفتح بصيرتك. كلا، لن نفتح حرفياً بصيرتك، فنحن لا نجري عمليات جراحية هنا، على الجانب المشرق على الأقل، ليس في الوقت الحالي. لنبدأ القائمة. تتجدد بطانة معدتك كل 3 إلى 4 أيام. بهذه الطريقة يمنع جسمك المعدة من هضم نفسها. يحتوي الدماغ البشري على أكثر من 86 مليار خلية عصبية متصلة ببعض عبر 100 تريليون وصلة عصبية، وهذا أكثر بكثير من عدد النجوم في مجرة درب التبانة. بالمناسبة، لو قررت عد كل هذه الخلايا العصبية الكثيرة في دماغك، فسيستغرق ذلك ما يصل إلى 3000 سنة. تنمو أظافرك بشكل أسرع في يدك المهيمنة. بعبارة أخرى، إن كنت تكتب بيدك اليمنى، فستضطر لتقليم أظافر يدك اليمنى مرات أكثر، كما تنمو أظافرك بسرعة أكبر في الصيف وخلال النهار. عندما يرسل دماغك إشارات إلى أجزاء مختلفة من جسمك، فإن الإشارات تنتقل عبر أعصابك بسرعة تصل إلى 430 كيلومتر في الساعة، ويفوق ذلك سرعة سيارة رياضية. يقضي الناس أكثر من 4 سنوات من حياتهم في الأكل. واو، هل خدمة المطعم بذلك البطء؟ أنا أمزح فقط. أسرع العضلات في جسمك تلك التي تجعل عينيك ترمشان. سرعة انكماشها رمشة واحدة في أقل من 100 جزء من الثانية، وفي اليوم الواحد قد ترمش أكثر من 15,000 مرة. طوال فترة حياته يهضم الإنسان العادي أكثر من 45 طنا من الطعام، وذلك أكثر من وزن 7 أفيال مجتمعة. وكيف تأكل فيلا؟ نعم، لقمة واحدة في كل مرة. لو قرر شخص تفكيك الحمض النووي البشري، فسيمتد لمسافة 16 مليار كيلومتر، وذلك أكثر ب40,000 مرة من المسافة بين الأرض والقمر. إن لم تكن تعاني من الأرق، فعلى الأرجح أنك ستقضي حوالي ثلث حياتك نائما، لكن هناك مخلوقات تنام مدة أطول. على سبيل المثال، يقضي الكلب حوالي 44% من حياته في النوم، والثعبان 75%. خلال يوم واحد فقط يسير جميع الدم في جسمك لمسافة تزيد عن 19,000 كيلومتر، ويعادل هذا نصف طول المسافة حول الأرض. يجدد الهيكل العظمي نفسه بالكامل كل 10 سنوات. يستخدم الإنسان البالغ حوالي 200 عضلة لأخذ خطوة واحدة فقط. لا تقل إني لا أتمرن كثيرا. في كل دقيقة يتخلص جسمك من أكثر من 3000 خلية جلدية، ويعادل ذلك حوالي 200,000 خلية جلدية في الساعة، وأكثر من 4 كيلوغرامات في السنة. لكن لا تقلق، لا يزال لديك حوالي 300 مليون خلية جلدية. إلى جانب ذلك، يجدد جلدك نفسه كل 28 إلى 30 يوما. يعد الكبد العضو البشري الوحيد الذي يمكنه تجديد نفسه بالكامل. يمكن ل 25% فقط من وزن الكبد الأساسي إعادته إلى حجمه الكامل. تنتج خلاياك الجلدية الكثير من الغبار، ليس فقط تحت سريرك، لكن في هواء الأرض أيضاً. لو قام شخص بجمع كل رقائق الخلايا الجلدية العائمة في الهواء، فسوف يصل وزن هذا الغبار إلى 1,000,000 طن، ويعادل ذلك وزن هرم خوفو 150 مرة. ما رأيك بهذه المقارنة؟ لن تتمكن من رؤية براعم التذوق بالعين المجردة، لأنها صغيرة للغاية. والنتوءات الصغيرة التي يعتبرها الأغلبية براعم التذوق هي الحليمات في الواقع. تقع براعم التذوق الحقيقية في أعلى هذه النتوءات الشبيهة بالشعيرات. بالمناسبة، دورة حياة براعم التذوق قصيرة للغاية، فلا تعيش لأكثر من 10 أيام إلى 14 يوما، لذا فإنها تتذوق طعما قصيرا للغاية من الحياة. لدى الشخص العادي أكثر من 100,000 شعرة على رأسه، ولأن هذا الشعر ينمو حوالي 15 سنتيمترا سنويا، فإن طوله يصل لأكثر من 12 مترا طوال حياته. يمكن لبعض الناس سماع مقلة العين تتحرك داخل محجر العين،
من المؤكد أن ذلك مزعج. على عكس أعضاء جسمك الأخرى، لا تتوقف أذناك وأنفك عن النمو. يتجعد جلدك عندما تبقى في الماء لفترة طويلة جداً، لكن ليس بسبب امتصاصه للماء. عندما يتبلل جسمك، تزودك أصابع اليدين والقدمين المتجعدة بقبضة أفضل، مثل عندما تثبت إطارات سيارتك في الطريق بشكل أفضل عندما تكون جديدة. عينك أداة رائعة، فيمكنها تمييز 10 ملايين لون مختلف. يستخدم الدماغ أكثر من 20% من طاقة الجسم حتى أثناء الراحة. عندما تكون نائماً، يستهلك تقريباً قدر الطاقة نفسه الذي يستهلكه عند استيقاظك، كما أنه يحرق حوالي 330 سعرة حرارية في اليوم أثناء قيامه بذلك. يتمركز حوالي 25% من عظام الشخص البالغ في قدميه، معظمها صغيرة لكنها مهمة. إن كانت هذه العظام غير متحاذية، فسوف ينعكس ذلك على بقية الجسم. تتنفس حوالي 20,000 مرة في اليوم، حاول ألا تتوقف. عظام الإنسان في غاية التناقض، فهي أقوى 5 أضعاف تقريباً من قضيب فولاذي بالعرض نفسه، لكن قد تنكسر عند الاصطدام، كما أنها هشة نوعاً ما. لا تحتوي الأصابع على عضلات تحركها، تقع كل العضلات التي تحرك مفاصل الإصبع في الساعد والكف. يحتوي جسمك على أكثر من 37 تريليون خلية، تضم الأرض أكثر من 7 مليارات نسمة، وهذا يعني أن عدد خلايا جسمك أكبر من عدد البشر على كوكبنا 5000 مرة. تعتمد المسافة بالتأكيد على نمط حياتك ومقدار تحركك، لكن يمشي الإنسان في المتوسط مسافة تصل إلى 180,000 كيلومتر خلال حياته، ويعادل ذلك نصف طول المسافة من الأرض إلى القمر، أو أطول 4 مرات من المسافة حول كوكبنا. إن كان الشخص مصاباً بفقدان حاسة الشم، يسمى أيضاً عام الروائح، فلن يستطيع شم الروائح وتمييزها، ومع ذلك قد تصدر منه روائح كريهة. تبدأ بالشعور بالعطش عندما يعادل فقدان الماء 1% من وزن جسمك. إن وصل لأكثر من 5%، قد تفقد وعيك. عندما يصل فقدان الماء لأكثر من 10% من وزن الجسم، قد يقتل الجفاف الإنسان. أقوى عضلة في جسمك بالنسبة لوزنها عضلة الفك. في كل لحظة يتم استبدال 50,000 خلية من جسمك بخلايا جديدة. يا إلهي، ذكرني هذا بشركة كنت أعمل فيها. بحلول نهاية حياة الإنسان العادي، قد يتذكر ما يصل إلى 150 تريليون معلومة، باستثناء المكان الذي ترك فيه مفتاح سيارته. حتى لو تعرضت بصمات الأصابع لتلف كبير، فإنها تنمو من جديد مع نمطها الأصلي. أقوى عطسة يمكنها السير بسرعة تزيد عن 160 كيلومتر في الساعة، ويعادل ذلك تقريباً سرعة لاعب قفز مظلي في قفزة حرة. لدى الشخص العادي حوالي 250 شعرة في كل حاجب، ويتم استبدال هذه الشعرات بالكامل كل 4 أشهر. سعة ذاكرة دماغك تعادل حوالي 4 تيرابايت على قرص صلب، أي أكثر من 8 ملايين صورة. البشر هم الكائنات الحية الوحيدة التي يمكنها النوم بشكل طبيعي على ظهرها. حتى القرود تنام في العادة في وضعية الجلوس مع الاستناد على شيء ما. أطول عظمة في الجسم عظمة الفخذ، وتقع أصغر عظمة في الأذن، وهي أقصر من حبة الأرز. أكبر عضو في الجسم الجلد، ورغم سمكه الرفيع، لكن وزنه يبلغ 4 إلى 5 كيلوغرام، ويعادل ذلك وزن قطة منزلية بصحة جيدة. قد تبدو جمجمتك كقطعة واحدة، لكنها في الواقع تتكون من 29 عظمة مختلفة. العضو الوحيد في الجسم الذي لا يستطيع شفاء نفسه السم. هذا مؤسف. يميل الأيمنيون إلى مضغ معظم طعامهم على الجانب الأيمن من الفم، بينما يختار العسر الجانب الأيسر. من بين كل الأشخاص الذين يستطيعون تحريك آذانهم، يمكن 30% فقط تحريك أذن واحدة فقط. هذه موهبة مميزة. لدى كل إنسان غمازات في أسفل ظهره، لكن تكون أكثر وضوحاً في بعض الناس،
وتظهر هذه الغمازات في الأماكن التي يتصل فيها الحوض بعظم العجز، لذا فإن وجودها حتى لو لم تكن واضحة أمر منطقي. رئتك اليمنى أقصر من رئتك اليسرى لأنه يجب ترك بعض المساحة للكبد. من ناحية أخرى رئتك اليسرى أضيق لأنه يجب عليها توفير مساحة للقلب. يمكن لرئة الرجل في العادة حمل كمية هواء أكثر من رئة المرأة. من المفاجئ أنك تحرق سعرات حرارية عند النوم أكثر مما تحرقه أثناء مشاهدة التلفزيون. بحلولك سن 60 من المرجح أن تفقد 50% من براعم التذوق. هذا محزن. ينمو شعرك بشكل أسرع مرتين عندما تسافر بالطائرة، ويرتبط ذلك بارتفاع الضغط الجوي. العضلات التي تساعد عينيك على التركيز تقوم بحوالي 100,000 حركة في اليوم، ولتحريك عضلات ساقيك بالقدر نفسه ستحتاج إلى المشي مسافة 80 كيلومترا. عندما تستمع إلى الموسيقى يبدأ قلبك في النبض بالتزامن معها. لو تم تمديد جميع التجعدات في الدماغ فسيصبح حجمها بحجم غطاء وسادة. حسناً، لنجرب ذلك. أنت أولاً. كلا، أنا أمزح. وفي الختام، إن كنت قد تعلمت شيئاً جديداً اليوم فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك. قم بمجرد النقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن، وتذكر ابقى على الجانب المشرق من الحياة.